السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بجمعة قيسر قليم الصاد، واللي ما عرفهاش كاينه في المملكه المغربيه. هاد الخيرات تنوريو الجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى بالمملكه المغربيه، وكل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. عيالات رجال بنات اولاد، اليوم 4 في شهر 8 2023. الخيرات تنوريو الجميع المشاهدين. هادو عيروني هي اللقلي اولاد سيدي بن داود. اولاد سيدي بن داود، مرحبا مرحبا. وشحال بعتي يا باترو؟ 80 درهم. ودي لحمه الطول لا شحمه لا والو، لحمه حمراء كي تشوفوا معنا تنوريوها جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان. شوف نخليكم هنا تدوروا. الزيتون هنا ديما تفرجوا فيه. مرحبا مرحبا مرحبا. بعينك ودي الزيتون. وما سعيد اش يقول؟ الله. وشحال بعت يا سعيد؟ انا خو 16. وهاد الوزنة بشحال بعتوها؟ الوزنة بشحال؟ الوزنة 18. خطير هذا سعيد هنايا في موت. شحال بعتوا السي؟ 14 و40. هذا بكلام من الحق. وعديل تحرش بوك انت ولا شنو؟ باعوا هاد الوزنه ب 72 درهم لحمه حمراء ولحمه زينه في جمعة قيسر. مرحبا. دير بخير ناشط الاحوال؟ اليوم عاد بسم الله الله يسر. وشحال تقولوا اليوم؟ 15. حديد دان ومصطفى اهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم. لاباس الله يحفظكم. المليحه سيدي ما عندي مركون. تبارك الله على الصوف. العنقرة حمراء واللحمة حمراء وزينة كما تشوفوا معنا، تنوريو لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان. هذا حديد دان. والموسم راه قريب. اين الموسم؟ الموسم ديال قيسر، مهرجان قيسر ان شاء الله. نهار 20. فين غادي يكون حال؟ بلاصتو فين كان. في طريق البروج وريمو. ريمو وطريق البروج تيجي اياه. غادي يكون تماك. واليوم نهار 21 في شهر 8. مرحبا. هات مرحبا بي وعدنا. الله يحفظك اودي حديد دان ومصطفى. الرابع عشر. مرحبا مرحبا. شحال هاد الخيرات اليوم؟ باش بقيهم ولا باش كنبيعهم؟ باش تتبيعهم. شحال؟ 15 ولا 16؟ 16. معدوش هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان. لحمة حمراء وزينة كما تشوفوا معنا، تنوريوها جميع الحباب تونا في المكان. هادي جمعة كيس المليح تبارك الله. شوفوا كي كانت الحاولي ديال اليوم بشحال كانت تقام اليوم تقريبا؟ ما نقدرش نقول 2000 وتحت. 2000 عندكم تاهية. تنحيوا جميع الحباب تونا. وكي داير تما السوق عندكم انت تما؟ شويه كاين سلعه كاين تما. كاين سلعه كاين ثمن كاين حتى 70 درهم ولتحت؟ لا 14 و50. انت ما هذا اللي ها؟ 14 و70 و15 و60 و15 و15 و15. ياك هذا توا سلاخ في جمعة قيسر حتى هو، والنهايه اللي تيقزر هو اللي عارف الدقه فين كاينه. تبارك الله الحاج مشعيب. تبارك الله يا خونا. سي مصطفى. نهار زين. ياك بخير. مرحبا. وش تبعتكم سلعات؟ ايوا بعنا بعنا الشيء اللي بقى. اي ما كاين بس واخر. شحال بعتوا سي مصطفى؟ اش غنقول لك؟ راه كل باش ما تلاقي 15 19. ما عندي ما نسالك. هادو المعلميات والكزاره كما تسمعوا تيبيعوا الثمن مخلط. 16 و15 الخيرات اللي تنوريوها جميع المشاهدين. شباب
واش شتي تهلا فيكم هذا السيد ولا والو؟ ياك؟ هادو من المشاهدين تاعنا اللي غاليين على قناة الزيتوني مرشان. تقريبا. شحال؟ 15 عام تقريبا. ايوا صافي هذا راه بقاو شد لانتريت عندهم. تقريبا ياك. هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتوني. شحال بيع عليكم اليوم؟ 16 مليون. ودير 15 شوف. قاسح شوية. هو تيذبح المليح. المليح كاين. تيذبح المليح. لا ما عندي ما نقول. المليح كاين. لا ما عندي ما نقول. هذا بكراين كما تشوفوا. أييه. الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان داخل الوطن أو خارج الوطن. تبارك الله على بكراين. الله يبارك. شحال بعتي اليوم أسي بكراين؟ 16 مليح. ماشي 15؟ 16. برافو لك يا ابو قرين ما عندي مالك بخير ناشط هذا الجلالي ومحمد المدن العباسي كما تشوفوا مشروقين بحال بحال لا محمد ولا جلالي تبارك الله على جلول ياك بخير ناشط واللحمه حمراء وزينه كما تشوف شحال السي جلالي وزينا بخير الحمد لله الله يحفظك شحال باش بعتوا اليوم اهلا شحال كرتي اللي جبتو جلالي؟ 75 هانا تو جلالي تما مباشره في قناه زيتون المرجان مرحبا هذا محمد صح تحيه في تباع اكادير اها كاينه الثلاث اللي كان مرحبا مجلول مرحبا اهلا العباسي المدن كي داير بخير الله يحفظك يا محمد مرحبا بالمدن ياك انت بخير ناشط الحمد لله الصفر لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي من هذا الله تبارك الله على الشريف الله يحفظك ليا شحال بعتي اليوم الحيمه اييه 16 15 دقة مخلط مخلط ان شاء الله تبارك الله يحفظك تحية للوليدات ديالنا خارج المغرب مرحبا داخل المغرب مرحبا وما نساوش سيدنا الله يطول عمره امين الله يزيد في مداده امين يا رب امين ديما تدعى مع جلالة الملك هذا الرسول الله يعطيك الخير ديما العباسي تدعى او المدن او عنده اربع سميات تيقول ديما تيدعى مع جلالة الملك وتنفرحوا حتى حنايا تنقولوا عندنا قناه اللي تيدعى لينا مع جلالة الملك وتيكون عندنا مرحبا بتونا داخل الوطن او خارج الوطن اهلا بكم ديما المملكه المغربيه اهلا سي عادل شكرا لك مرحبا سي عادل مرحبا تنحيوا جميع المشاهدين قناه الزيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن تبارك الله ما عندي ما نقول اللحمه حمراء وزينه وديما المليح عادين وطلبوها لي هنايا في جمعه كيسر وشحال اخويا عادين 80 درهم الزيتون وكاين اللي تيقول لنا 75 وكاين اللي يقول لنا 80 الزرع يجي كي ديالو كل زرع كيجي كي ديالو فعلا تيقول لنا عادين كل زرع يجي كي دابا درتي في السوق اييه اكثر مني شفتي اكثر مني انا الله اعلم شفتي انت ماشي ساهل شفتي الحب اي ولكن راه كاين فرق في الحب في الثمن كاين الحب راه ماشي ديال وكلامك حق وكاع اللي قلتي راه كلام حق مالو انت غتكذب هاد الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تاعنا تحيه للحباب عندنا في المكان مرحبا سي عبد نقول لهم تحيه لكم كيسر مرحبا من طنجه الكويره وشوف هذاك القناة ديال الحقيقة ما كتبش كدير حاجة مليحة شكرا لك سي عادل هذا تيزيدنا ثقة في نفوسنا مع الحباب تونا هذا ابو شعيب توا المليح كما تشوفوا لا شحمة لا والو هنا في جمعة كيسر تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان والحباب تونا فين ما كانوا اهلا بكم هاد الخيرات شحال تبقى صاحبنا هنا في جمعة كيسر لا شحمة لا والو هاد العجل تنوريو لجميع المشاهدين شحال السي ابو شعيب اليوم؟
75 درهم زيد 75 درهم تيقول لنا حتى ابو شعيب تقويني عدو لا شحمله والو اللحمه حمراء وزينه تنوريوها لجميع المشاهدين. حمدي احمد حمدي احمد كما تشوفوا انايا في جمد كيسر تاوكا اللحمه حمراء وزينه كما تشوفوا تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان. شحال حمدي احمد؟ 1500 هي اللي كاينه 1500 75 درهم اللي كاينه في قيصر قليل اللي تيقول لنا 80 درهم. هنايا في جبهة قيصر تنوريوها لجميع المشاهدين.